في كثير من الأسئلة توصلنا في المعهد سواء على تخصصات البورد والروتيشن والامتحانات. أحب أطمن الجميع أن المعهد موجود، الأمين العام والأمين المساعد ورؤساء البرامج في اجتماعات مستمرة دائما نتناقش فيها لوضع مصلحة البرامج التدريبية ومصلحة الوضع الصحي، مع تعاون دائم مع الإدارة الفنية في الوزارة. والله يحفظ الكويت ويحفظكم.